في شهر سبتمبر من كل عام تتحد جهود العالم للتوعية بخطورة سرطان الأطفال والدعوة للتصدي لهذا المرض، وهذا ما عملت عليه الجمعية العمانية للسرطان بفرع جنوب الشرقية من أجل زيادة الوعي بالمرض وأسبابه وتصحيح المفاهيم الخاطئة والشائعة. هنا تأتي أهمية هذا النوع من الأحداث ومن الفعاليات لرفع الوعي المجتمعي عن هذه الحالات وعن هذه الأمراض، مواجهة للأفكار الخاطئة ومساندة للجهود التي تبذل لعلاج هذه الحالات. هذا العام تعاوننا مع جمعية السرطان لتوعية الأطفال، واستهدفنا طلبة المدارس من الفئة من المرحلة العمرية العاشرة. ويمثل سرطان الأطفال نسبة 5.9% من المجموع الكلي للسرطان بالنسبة للعمانيين من أعمار الولادة وحتى سن 14. استفدت من الاحتفالية بمرض سرطان الأطفال أن تجنب كل ما قد يؤدي الإصابة بمرض السرطان، مثل تناول الأغذية الغير صحية وعدم ممارسة الرياضة والتعرض للمواد الملوثة أو للنشاط الإشعاعي. واشتمل المعرض التوعوي للفعالية على نشرات ومطويات توعوية للمجتمع حول أسباب سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه، بمشاركة مستشفى صورة المرجعي والجمعية العمانية للسرطان بفرع جنوب الشرقية. الجمعية العمانية للسرطان بفرع جنوب الشرقية ساهمت خلال العام الحالي بالتعاون مع مستشفى صور في تدريب عدد من الكوادر الطبية والتمريضية والصيدلانية في المركز الوطني للأورام، وذلك لتفعيل وحدة الأورام بالمستشفى. صالح بن حمد الحبسي، مستشفى صور، محافظة جنوب الشرقية.